اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي في الواقع أوراق كثيرة، يعني أسئلة. عندما تكثر الأوراق والأسئلة يحار الإنسان، فلو أني أجبت عنها كلها انتهى الوقت، لكن أنا سأجيب عن 3 منها لا على التعيين، فيما إذا كانت ذات علاقة بالدرس الماضي. نعم، هذا السؤال موضوع الكفر والتكفير علاقته، لا أدري هل كان في درس الحكم أم في درس رياض الصالحين. على كل نجيب عنه. يقول سائل: مسألة تكفير النصارى أمر لا جدال فيه، وكفرهم هنا ليس بمعناه اللغوي، إنما هو كفر أثبته الله عليهم، فلماذا تميع الأحكام في سبيل مداهنة الغير وهناك حكم صريح؟ المسألة ليست اجتهادية، ومن يجتهد في مثل هذا الموضوع فاجتهاده حجة عليه. على هذا الأخ أن يهون من الأمر، وأن لا يسأل بأعصابه، ليسأل بعقله. أنا عندما تحدثت أعتقد كل الإخوة فهموا ما قد قلت. قلت أهل الكتاب فئة من الكافر، واستدلت في هذا بقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ولكن قلت إن وصفهم بالكفر لا يسبب أي معنى من المعاني التي يتخيلها بعض من يباهنون فعلا. ونقلت حوارا جرى بيني وبين أحد رجال الدين المسيحي الكبار، أحد الكاردينالات، قال لي: أنتم تتهموننا بالكفر. قلت له: ما هو الكفر؟ الكفر في كتاب الله، والكفر في اللغة العربية واحد. الكفر هو الإنكار. ألستم تنكرون نبوة سيدنا محمد؟ ألستم تنكرون أن القرآن كلام الله؟ ألستم تنكرون وحدانية الله؟ إذن هذا هو الكفر، ونحن في عقيدتكم ألسنا كفارا؟ ألسنا ننكر ما تعتقدون؟ ألسنا نخالف ما تعتقدون؟ فنحن في نظر معتقداتكم كافرون، وأنتم في نظر معتقداتنا كفرة. والله عز وجل وصفنا نحن بالكفر تجاه العقائد الآخرين، فعلمنا أن نقول: وكفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أليس كذلك؟ فهذا ما قد قلت. هذا التشنج أيها الإخوة، وأنا لا على التعيين أجبت، هذه مصيبة كبيرة في ديننا، ويتشكل الكتلة السرطانية في مجتمعاتنا الإسلامية. ماذا يريد هذا الأخ أن أقول؟ هل يريد أن أعلن الحرب من هذا المسجد على من نعتهم الله بأنهم أهل كتاب، وفي الوقت ذاته نعتهم بأنهم كفار، ونحن نؤيد ما قاله الله ونمشي مع ما قاله الله؟ هذا ما يريد؟ ماذا يوجد في كلامي من مداهنة الغير؟ نعم، وهل قلنا إن المسألة اجتهادية؟ أنا رددت بالكلام الذي قلته بالأمس على بعض العلماء الذين قالوا في حوار تلفزيوني من هذه الحوارات الساخنة والتي تتحول من ساخنة إلى متفجرة، وصفهم بأنهم أهل كتاب، ولما سأله الآخر: أليس كفارا؟ نعم، قال: لا. ثم إنه تلجلج وقال: كفر. أوضحت أن هذا هو الواقع. و...
وعندما نصفهم بأنهم كفار فالأمر مثلي، هم يكفرون بما نعتقد ونحن نكفر بما يعتقدون، فنحن كفار بالنسبة إليهم وهم كفار بالنسبة إلينا، والله سبحانه وتعالى يحكم بيننا يوم القيامة. هذا الكلام هو الذي قلنا. طيب السؤال الآخر الثاني، مسألة أكل لحم الجمل والوضوء بعده يأخذ منها السادة الحنابلية، سيأخذ بها السادة الحنابلة، بعض الحنابلة لا كلهم، وهذا عندهم فرض. وأما ما وأما باقي الأئمة الأربعة والوضوء بعد أكل لحم الجمل فهو سنة صح، وقد استنبطت هذه الأحكام من الحديث القولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سنة ماضية إلى يوم القيامة. فكيف يمكن القول بأن نفع هذا الحديث، بأن نضع هذا الحديث جانبا ونعتبره سببا لحادثة كما ذكر في الدرس الماضي؟ نحن لم نقل نلغي هذا الحديث ولم نقل نضعه جانبا، لكن هذا الحديث نأخذ به طبقا لما ورد من أجله. فإذا ورد هذا الحديث لبيان حكم شرعي نأخذ به، وعندئذ يكون الوضوء بعد أكل لحم الجمل واجبا لأن صغر الأمر والأمر من وجوب. وإذا ورد هذا الأمر لواقعة حال فنحن نحكم ونعمل بهذا الحديث ونضعه على أعيننا ورؤوسنا لما ورد له، وورد هو لواقعة حال. والدليل على ذلك أنه لا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة ولا ابن أبي ليلى ولا الإمام الثوري ولا سعيد بن المسيب ولا الحنابلة في أصح ما ذهبوا إلى فيه، هنالك قولين الحنابلة، ما قالوا بأنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور وما أوجبوا ذلك. لماذا؟ هل ألقوا الحديث وراءهم ظهريا؟ لا، وضعوه على رؤوسهم لكن بالمعنى الذي جاء له. هذا الحديث جاء لبيان واقعة حال، فأنت عندما تتعامل معه على هذا الأساس فقد تعاملت معه، ولكن لو أنك أفتيت بأنه يجب على كل من أكل لحم جزور أن يتوضأ فأنت عندئذ تعبث بهذا الحديث لأنك لم تضعه في المكان الذي سيق هذا الحديث من أجله. نعم، الأمر من وجوب. لو أن هذا الحديث كان معناه كمان الحديث الذي يأمر النائم بالوضوء، إذا كما يجب على النائم أن يقوم فيتوضأ يجب على من أكل لحم جزور أيضا أن يتوضأ، لكن ما قالوا هذا الكلام بشكل من الأشكال. وواقعة الحال لها أمثلة كثيرة في كتب أصول الفقه، والأخ السائل عليه أن يرجع إلى كتاب الموافقات للشاطبي وكتاب أيضا الفروق للقرافي ليعلم ما معنى واقعة الحال وكيف أن هنالك أحاديث كثيرة تفهم على هذا الأساس. فنحن معاذ الله لم نضع هذا الحديث وراءنا ظهريا إطلاقا، بل نضعه موضع العمل به لما جاء من أجله إلى يوم القيامة. باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. طيب أعتقد أننا لن نستطيع أن نستوعب أحاديث الباب كلها. الإمام النووي كما تعرفون يبدأ عادة الباب بالآيات القرآنية التي تتعلق بموضوع الباب، هذا شأنه.
ولذلك افتتح باب الاستئذان وآداب الاستئذان بآيتين من سورة النور. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ولعلي بمناسبة ما تعرضت لهذه الآية وأوضحت جانبا من شرحها، ونعيد الآن. في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الفترة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بيوتات العرب في الجزيرة العربية بسيطة، وفي أكثر الأحيان في النهار كانت الأبواب مفتحة. ومن ثم فقد كان من عادة العرب في الجاهلية إذا أراد زيد من الناس أن يذهب فيزور صديقا له يتجه رأسا إلى داره، فإذا وجد الباب مفتوحا دخل الدار وهو يرفع صوته يناديه ويسأل عنه مهما كان الوضع في المنزل. واستمر الحال هكذا إلى أن بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأت تتنزل آيات التشريع وآداب السلوك وآداب التعامل. أنزل الله سبحانه وتعالى فيما أنزل من الآيات التي رسمت حسن العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض، إذا تزاوروا، إذا تكلموا، إذا تجالسوا، أنزل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. المعنى العام واضح: ما دامت هذه البيوت ليست بيوتكم فلا يجوز أن تواصلوا ما كنتم عليه من النهج الذي تعودتموه، بل ينبغي أن تبدأوا قبل كل شيء فتستأذنوا. ولكن لاحظوا، الآية ذكرت أمرين اثنين. تقول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فما معنى تستأنسوا؟ كلمة الاستئناس تعني أن تتأكدوا من أن أهل المنزل يرحبون بكم ويسعدون بزيارتكم لهم ويأذنون لكم، وعندئذ تشعرون بالأنس لهذا اللقاء. فكلمة إذن حتى تستأنسوا كناية عن الاستئذان، كناية عن الاستئذان. الوضع الذي كنتم معتادين عليه سابقا انتهى، ولذلك لا يجوز لأحد أن يزور صديقا، أن يزور قريبا، أن يزور أيا كان. إذا وصل إلى الدار ينبغي أن يستأذن قبل كل شيء ويسلم ثم يدخل. أيهما قبل، السلام أم الاستئذان؟ السلام أولا والاستئذان ثانيا، والواو لمطلق الجمع هنا، هذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، وهذا هو الذي نبه المسلمين إلى أن يضعوا الأبواب وأن يضعوا الرتاج على الأبواب. نعم، هذه تتمة لهذا الأدب الرباني الذي علم الله سبحانه وتعالى إياه المسلمين. أيها الإخوة، نحن الآن نلاحظ، وأنا واحد مثلكم، أن هذا الأدب الذي يلفت القرآن نظرنا إليه يعني شيء معروف. من الذي الآن يقتحم دار صاحبه بدون إذن؟ فكأن فينا من قد يقول يعني هذا هل يحتاج إلى أن ينص عليه؟ تصور أن هذه الآية نزلت متى؟ قبل ما يقارب 15 قرنا، وأول مجتمع نزلت فيه هذه الآية مجتمع فوضوي يعيش حياة البداوة، وكان الناس يتزاورون ويتداخلون، ويدخل الواحد منهم إلى بيت صاحبه هكذا يقتحمه اقتحاما، ولم يكن للداخل يرى في هذا معرة يعني إشكالا، ولا صاحب الدار يرى في هذا أيضا إشكالا، عرف درج. في هذا الجو نزل كلام الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ندرك كيف أن كتاب الله نقل العرب شيئا فشيئا من طور البداوة وسمى بهم إلى مستوى الحضارة.
هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي افتتح بها الإمام النووي رحمه الله هذا الباب: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هذه الآية مرتبطة بآية قبلها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. لاحظ الترابط الذي بين الآيتين. أنا منذ سنوات طويلة أيها الإخوة عندما أقرأ هذه الآية، الآية الأولى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إلى آخره، تستوقفني هذه الآية طويلة، وأتساءل عن حكم عقلاني: كيف يمكن أن يكون هذا الكلام نابعا من أرض الجزيرة العربية في عصر كانت الفوضى ضاربة أطنابها، وكانت البيوتات لا تعرف شيئا من هذا الذوق، من آداب هذا الاستئذان بشكل من الأشكال؟ كيف يمكن للعاقل أن يتصور أن هذا القرآن نبع من أرض الجزيرة العربية ولم يهبط من عند الله عز وجل تعليما؟ تصوروا أيها الإخوة، هذه التعليمات لو كتبت اليوم ضمن آداب علاقة أفراد الأسرة بعضهم ببعض في المنزل الواحد لرأيت من ذلك مظهرا من مظاهر الحضارة المتألقة التي تشع في هذا العصر. فكيف والكلام نزل متى؟ قبل ما يقارب كما قلت لكم 15 يوما. هذه الآية تتحدث عن آداب تزاور أهل أعضاء الأسرة في المنزل الواحد، يعني في المنزل الواحد يوجد كبار، الزوج، الزوجة، أطفال، هل يحق للأطفال في أي وقت أن يقتحموا باب غرفة فيدخلوا باب الغرفة الأخرى؟ البيت فيه غرفة نوم، فيه غرفة نوم أخرى، فيه غرفة جلوس، فيه غرفة خاصة، فيه مكتب مثلا للأب، هل يحق لأعضاء الأسرة، لا للغريب، وهم في المنزل الواحد في كل الأوقات أن يقتحم الواحد منهم على صاحبه بحجة أننا نحن أفراد أسرة واحدة وأن المنزل منزل واحد؟ إلى اليوم هنالك أناس لا يعرفون هذا الذوق الذي يتعلق بأدب الانتقال بين الغرف في الأوقات المختلفة، ولكن بيان الله عز وجل سما بالعرب صعدا إلى مستوى من الذوق الذي لا ترى نظيرا له في هذا العصر أبدا. انظر إلى هذا الكلام: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الخدم، العبيد. عندما كان هنالك عبيد، وأوضحت أنا بمناسبة أن أسباب ذلك انتهت ومن ثم انتهى العبيد، والذين لم يبلغوا الحلم منكم الأطفال. يقول قائل: والذين بلغوا الحلم، الذين بلغوا الحلم من باب أولى كما ذكرت الآية التي قبلها. ليستأذنكم هؤلاء الصغار تماما كالكبار 3 مرات، ينبغي أن تعرفوا هذه الحقيقة قبل صلاة الفجر، يعني عندما يستيقظ أعضاء الأسرة. في هذه الحالة لا يجوز ولا للصغار ولا للكبار أن يخرج واحدا من غرفته إلى الغرفة الأخرى، غرفة أخيه، غرفة أبيه، غرفة والدته إطلاقا، لأن هذا وقت حرج يستقل الإنسان فيه بنفسه
هذا الوقت الأول. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة، عندما يأتي الرجل متعبا من عمله، نعم، ليستريح، هو أيضا وقت خاص ينفرد الإنسان فيه بذاته، لا يحب حتى لأقرب الناس إليه أن يطلع على حاله ربما. وكن البيان الإلهي بهذا بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، في بيان للعلة، الإنسان يتخفف في هذه الحالة من ثيابه ويستريح ويسترخي، نعم، هذا هو الوقت الثاني. الأطفال، الأولاد في البيت ينبغي أن يتعلموا هذا، فما ينبغي أن يقتحموا غرفة من الغرف في داخل الدار ذاتها إلا باستئذان يطرق. الوقت الثالث وبعد صلاة العشاء، أي عندما يحين الرقاد، لم يحدد ميقاتا معينا، الميقات يعينه العرف، كل منزل عرف بدء الرقاد والحياة الخاصة بالنسبة له يبدأ في وقت بعد العشاء، وكلمة بعد العشاء يصدق بعد العشاء مباشرة، ويصدق بعد العشاء بساعة، ويصدق بعد العشاء بساعتين كما قال كثير من الشراح. فهذه الأوقات الثلاثة أعضاء الأسرة أنفسهم ينبغي أن يحترم بعضهم بعضا، فلا يقتحم الواحد غرفة صاحبه أو قريبه أو أخيه أو أبيه أو أمه إلا بعد استئذان. ثم قال ليس عليكم بعدهن من جناح، طوفون عليكم بعضكم على بعض. في الأوقات الأخرى تكون الأبواب مفتحة والحركة ناشطة في المنزل، لا بأس، لا شك أن من طبيعة أفراد الأسرة أن يطوف الواحد منهم على صاحبه وأن يجلس إليه وأن يستأنس به، لا إشكال. أنا أسأل كل منكم أيها الإخوة كما سألت نفسي ذات يوم، هل يمكن أن يكون هذا الكلام كلاما نبع من ذهن عربي ممن كانوا يعيشون في مكة أو في المدينة في الفترة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا؟ هل بلغ الذوق الحضاري عند أولئك الناس إلى مستوى هذه الدقة؟ نحن الآن كثيرة هي البيوت التي لا تعرف هذا الوضع أو هذا النظام الحضاري بشكل من الأشكال. أعتقد أنكم جميعا توافقونني موضوعيا على أن هذا الكلام ليس كلاما متفجرا من أرض الجزيرة العربية أبدا، وإنما هو هابط وحيا من لدن رب العالمين الرحيم الرؤوف الذي يربي عباده ليرقى بهم صعدا 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 إلى مستوى التآلف ومستوى الوضع المدني والحضاري السديدين للمزيفين. هذا وأمثاله من الآيات التي تتحدث عن الآداب هو المعني بما يقوله العلماء من الإعجاز التشريعي في القرآن. لعلكم سمعتم أن من جوانب الإعجاز القرآني ما يسمى بالإعجاز التشريعي، وكثيرون هم الذين يخطئون في فهم علاقة القرآن بالإعجاز التشريعي، يخيل إليهم أن معنى الإعجاز التشريعي روعة التشريع الإسلامي، لا، مو هذا هو الإعجاز، هو رائع لكنه ليس هذا هو محط الإعجاز. محط الإعجاز ما هو؟ محط الإعجاز ما أقوله لكم، في كل المجتمعات، المجتمع قبل كل شيء ينتقل من طور البداوة إلى الحضارة، تتعقد حياة هؤلاء الناس، تتعقد الحياة، العلاقات ما بينهم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهكذا في مرحلة من المراحل يشعرها أفراد هذا المجتمع أنهم أصبحوا بحاجة إلى قانون، أصبحوا بحاجة إلى شرعة تنظم العلاقات السارية فيما بينهم. إذن شعور أمة من الناس، مجموعة من الناس يقيمون في مكان، شعورهم بالحاجة إلى القانون متى يبدأ؟ وهم في طور البداوة
أم عندما ينتقلون إلى طور الحضر وتتعقد حياتهم وتتعقد العلاقات القائمة فيما بينهم؟ ما الجواب؟ الجواب أن شعور هذه الكتلة البشرية بالحاجة إلى القانون إنما يكون بعد أن ينتقلوا من طور البداوة إلى طور الحضارة، بل بعد أن ينتقلوا من طور الحضارة البسيطة إلى طور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، نعم، المتعقدة فيما بينهم. عندئذ يشعرون أنهم بحاجة إلى أن يترجموا علاقة ما بينهم بقانون، بشرعة. هذا شيء متفق عليه عند علماء الاجتماع. نعود إلى أرض الجزيرة العربية التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا نجد؟ هل انتقل العرب آنذاك من دور البداوة إلى الحضارة ثم تعقدت العلاقات الاجتماعية فيما بينهم ثم تفجر القانون، أم العكس؟ العكس تماما، العكس. قبل أن ينتقلوا من طور البداوة إلى الحضارة وهم بعاداتهم وهم في أوضاعهم، حياتهم بسيطة جدا جدا، لا يشعرون بحاجة إلى شيء اسمه قانون. ظهر القانون فيما بينهم، ظهرت النظريات القانونية التي اليوم تؤخذ من الشريعة الإسلامية، المسؤولية التقصيرية. ظهر قانون توثيق العقود، ما يسمى بالكاتب العدل اليوم، مأخوذ من آخر سورة البقرة. ظهر مبدأ سد الذرائع، ظهر مبدأ المصالح المرسلة، ظهرت هذه كلها تفجرت في أرض الجزيرة العربية وهم لا يزالون يتطوحون في طور بداوتهم. يعني للتقريب، اقرأوا آية المداينة أو آيتي المداينة في آخر سورة البقرة وتخيلوا أن هذا الكلام تفجر في مجتمع بدوي كالذي كان يظل العرب عندما نزلت هذه الآية. لا يكاد عقلك يصدق كم مرة تكررت كلمة الكتابة وليكتب، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يخيل إليك أن المجتمع الذي صيغ فيه هذا الكلام كلهم كانوا يكتبون وكلهم كانوا قانونيين، في حين أن المجتمع كيف كان؟ مجتمع أمي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو لا يستطيع أن يمل فليمل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. تخيل يا أخي العاقل أن هذا الكلام ألف من قبل العرب الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية أيام وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقبل عقلك ذلك؟ العرب كانوا لا يحتاجون آنذاك لا إلى كاتب عدل ولا إلى توثيق عقود، أصلا العلاقات ما كانت معقدة بهذا الشكل فيما بينهم، وأصلا لم يكونوا يكتبون إلا القلة النادرة النادرة فيهم الذين كانوا يكتبون. لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذا الكلام شعر بالحاجة إليه العرب آنذاك وهم لا يزالون في طور البداوة. إذن ما الحل العقلي الموضوعي؟ هو أن هذا الكلام هبط وحيا من عند الله سبحانه وتعالى ولم يتفجر من أرض الجزيرة العربية من رؤوس وأدمغة الناس، ما كانوا بحاجة آنذاك إلى هذا، ولكن لأن هذا القرآن نزل للناس جميعا وللعصور كلها نزل بهذا الشكل. هذا ما يعنيه العلماء عندما يتحدثون عن إعجاز القرآن ويقفون عند الحديث عن الإعجاز التشريعي.
ما معنى الإعجاز التشريعي؟ أي أن في القرآن آيات تتكلم عن قوانين دقيقة جدا لا يحتاج إليها إلا الناس المتحضرون، لا يحتاج إليها إلا المجتمعات ذات العلاقات المعقدة فيما بينهم. الأحكام الدولية، انظر إلى كلام الله في سورة الأنفال وفي سورة التوبة، تجد أنك أمام أحكام دقيقة جدا. هيئة الأمم اليوم ربما تتيه عن بعض منها. فهذا هو الدليل على أن القرآن فعلا ليس كلام بشر. وهذا الذي نقرأه الآن عن آية الاستئذان في داخل المنزل الواحد من هذا القبيل. من هو هذا العربي الذي كان يتمتع بهذا الذوق الرائع؟ من؟ في مكة كان أم في المدينة أم في الطائف أم في أي مكان هكذا؟ نعم، أراد أن يعني يعلم أفراد الأسرة الواحدة أن يكونوا حضاريين أكثر 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 مما يستطيعون، فيعلم أعضاء الأسرة كيف يتنقلون في داخل المنزل في الأوقات الخاصة، وينبهنا إلى الأوقات الخاصة كما تجدون. هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر بشكل من الأشكال أيها الإخوة. طيب، إذن الآن انتهينا من الآيتين اللتين صبر بهما الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. بعد ذلك بدأ بذكر الأحاديث المتعلقة بالاستئذان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذا جواب عن سؤال. زيد من الناس ذهب إلى دار صديقه، وكان بوسعه أن يدخل، الباب مفتوح كما كانت العادة، لكن الله قال له: لا، صح، انتظر، لابد من الاستئذان. حسنا، السؤال الذي يرد: كم مرة يستأذن؟ استأذن، قال: أدخل، لم يرد عليه أحد. استأذن مرة ثانية بصوت أعلى، لم يدخل، لم يرد عليه أحد. استأذن مرة ثالثة، حسنا، كم مرة يستأذن إلى أن يعود؟ أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الاستئذان يكون ثلاث مرات، تجعل فرصة بين المرة الأولى والثانية وبين المرة الثانية والثالثة. إذا لم تسمع مجيبا فاعلم أن عذرا يحيط بالمنزل، إما أن أهله غائب، وإما أن الرجل لا يريد أن تدخل ولا يريد أن يحرج نفسه فيسمعك صوته. نعم، ارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا كلام الله هو أزكى لكم. وهذا شرح من رسول الله لكلام الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تعلمون أن أصل هذا الحديث أن سيدنا عمر استدعى أبا موسى الأشعري فذهب إليه، ولما وصل إلى الباب استأذن، ولعل لغطا كان في داخل المنزل، كان في حديث أصوات مرتفعة، فلم يرد عليه أحد. مرة ثانية استأذن، لم يرد عليه أحد. استأذن مرة ثالثة فرجع. ثم إن عمر انتظر أبا موسى الأشعري لم يأتي، تلبث عليه، ظن أنه لم يأتي، أرسل وراءه فجاء، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئتك واستأذنت ثلاثا كما علمنا رسول الله فلم أسمع مجيبا فرجعت. قال: وهل قال ذلك رسول؟ قال: نعم. قال: لتأتيني بشاهدا على ذلك أو لأفعلن وأفعلن، يعني أنت تنقل عن رسول الله، لا تكذب على رسول الله. فمضى أبو موسى الأشعري وجاء باثنين من الصحابة يشهدان له فعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فجاء بهما وشهدا بأن رسول الله قال هذا. فقال: أما إني لم أتهمك، ولكني أحببت الحيطة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من أداب الاستئذان. هذا الأدب أيها الإخوة إلى يوم القيامة قائم، لكنه أدب، اسمه أدب. القانون قانون والآداب آداب. يعني لو أنه استأذن أربع مرات خمس مرات في مانع حرام؟ يعني لا، ما هو حرام، لكن إذا أردت
الشيء الأفضل المتفق مع الذوق، لا تحرج الناس يا أخي، لا تحرج أهل البيت 3 مرات كذا. هذا قال العلماء ينطبق على قرع الجرس، لأن قرع الجرس الآن ينزل منزلة الاستئذان. الباب كان مفتوح والصوت مسموع، لكن الآن باب مغلق وتريد أن تستأذن، أيضا تقرع الجرس مرة ثم تنتظر، ثم تقرعه مرة ثانية ثم تنتظر، ثم تقرعه ثالثة وتنتظر. قالوا تنتظر ريثما ينتهي صلاة مصل من صلاته أو متوضئ من وضوئه، فإذا لم تجد مجيبا تذهب. وإياك أن تضع في نفسك حقدا أو ضغينة إطلاق، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ثم انظروا إلى قول الله عز وجل هو أزكى لكم، أي أحوط لقلوبكم أن لا يتجمع فيها حقد ولا غل. هذا معنى كلام الله عز وجل. بقي أن أقول شيئا، هذا القدر الدقيق من التعليمات ما الحكمة منها؟ إن استأذن 4 مرات ولا 10 مرات ولا 3 ولا مرة، يعني لماذا هذا التدقيق؟ ولماذا هذا التدقيق في التحرك في البيت الواحد بين الغرف؟ من أجل أن تبقى القلوب طاهرة نقية لا يتسرب إليها حقد أو بغض أو سبب من أسباب الكراهية. معظم أحكام الشريعة الإسلامية تطوف أيها الإخوة على تزكية القلب، أي تخدم وتحرس القلب أن لا يتسرب إليه غل، بغض، شحناء، بغضاء. هذه هي الحكمة. لو أن الله ما علمنا ذلك وكانت الأمور كيفية كما يريده الإنسان لتسربت من هذه القضايا شحناء وبغضاء، الله أعلم بمداها. واليوم يقع هذا، يقع هذا عند من لا يعني يتقيدون بقيود الشريعة الإسلامية. اسمحوني أيها الإخوة أن أقول لكم، مصيبتنا اليوم بالنسبة للمسلمين، لا أقول لغير المسلمين، أن قلوبنا غير مصفاه من الأحقاد، من الضغائن، من الكراهية، فما بالك بغير المسلمين أو بغير الملتزمين. هذه مصيبة كبرى جدا، وهي التي تعوق دون التقدم الذي وعدنا الله عز وجل به. أنا أضرب المثل بهذا السؤال الذي سألنيه هذا الأخ، الذي تشعرون في كل جملة من جمله بحقد يتقاطر. نعم، لماذا هذه المداهنة؟ يا أخي أي مداهنة؟ أنا ما ذكرت إلا ما ذكره الله، وأثبت ما أثبته الله، واستدللت بكلام الله، وخضعت لقرار الله سبحانه وتعالى. لماذا يعني تريد أن تشفي غليلا في قلبك، وقلبك قلب مسلم؟ طهر فؤادك، نعم، من هذا الحقد. نعم، دعاء المسلمين لبعضهم الذي علمنا الله عز وجل إياه، واغفر لإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا ما يعلمنا الله إياه أن نقوله، أن نقوله. نعم، والكفر في اللغة والشريعة هل بينهما خلاف؟ هو واحد. الكفر في كتاب الله عز وجل معناه مستقل من اللغة، مستقمة. المكفور به أمور شرعية، لكن الكفر ما هو؟ الإنكار، هو الإنكار. هل تستطيع أن تأتيني بمعنى آخر للكفر غير الإنكار؟ هو هو. تخيلوا لو أن قلوب المسلمين صفت عن هذه الشحناء والبغضاء، إذن لتعاونوا، ولو تعاونوا سيرا على صراط الله لاتحدوا، ولو اتحدوا لتفجرت القوة مرة ثانية من كيانهم، ولعادت إليهم عزتهم، ولحقق الله سبحانه وتعالى لهم ما قد حققه لأجدادهم من قبل. لكن كيف السبيل؟ أنا أسأل الله عز وجل بالنسبة لي أن يصفي قلبي من الضغائن. أنا أيها الإخوة، إذا رحلت غدا إلى الله لن أرحل إليه بكثير صلاة، ولن أرحل إليه بكثير عبادة، لا والله، ولن أرحل إليه بكثير ذكر وقراءة قرآن، لكن أرجو أن أرحل إليه بقلب أبيض،
أرجو أن أرحل إليه بقلب سليم كما كان يدعو سيدنا إبراهيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا قال لي الله بماذا قدمت إلي، أقول قدمت إليك بهذا، بهذا القلب الذي لم يعرف في حياته ضغينة إن شاء الله، حقدا، عداوة، بغضاء، وأسأله عز وجل أن يجعلني عونا على نفسي، وأن يأخذني من نفسي، وأن لا يجعلني إنسانا يعبد نفسه من خلال ما يعبر عنه من عبادته لله سبحانه وتعالى. نعم، والحمد لله رب العالمين.